اللي تابع الجامع الملك المغربي للدراجات الناريه. اليوم عندنا الجامع العام العادي السنوي ديال النادي اللي غنطرقوا فيه على الامور اللي داز في السنه الماضيه الموسم الماضي، و ميم طون ان شاء الله غادي يكون حفل تكريم للرئيس السابق ديال الجامع سي عبد الله العريشي والصحفي القدير ديالنا سي عبد الحق بيهات اللي شرفونا في هذا الجامع هذا، وان شاء الله حتى هو يكون واحد الاعتراف لي بيلوت ديالنا اللي كيشاركوا في البطوله الوطنيه في المشاركات ديالهم، والحمد لله نتمنى التوفيق لهم ان شاء الله. هاد الرياضه هذه هي الدرجات الناريه كتطلب امكانيات كبيره من ناحيه لي بيلوتي لي زانفيستيسمون ديالهم، النادي حتى هو اللي خصو يوفر الشروط المتسابقين باش يديروا الرياضه ديالهم. الحمد لله فكيف كتعرفوا بان النادي عنده بزاف ديال لي ديسيبلين كيديرهم، الحمد لله نكون عند حسن الظن للممارسين ان شاء الله. لا كاتب معنا من الجامعه الملكيه المغربيه للدرجات الناريه، رئيس سابق للجامعه الملكيه للدرجات الناريه في ولايتي. اليوم الحمد لا زلت اعطي ما يجب ان اقدمه لإعانة أصدقائي داخل الجامعة، واليوم هذا الاجتماع يعني اليوم هو استدعاء من أخي وصديقي خالد من أجل تتبع هذا الاجتماع الذي سيعطي شحنة قوية وفرصة لكل من لكل مدينة الدار البيضاء ولكل عشاق هذه الرياضة من أجل معرفة كيف يمكن أن ننظم هذا الاجتماع بطريقة قانونية وبطريقة بنزاهة، وكل ما يقدم من عطاءات التي قدمها السيد خليل في مجال هذه الرياضة. نحن نشكره من صميم قلوبنا ونتمنى أن نأخذ كذلك منه ما يمكن أن نأخذه من أجل السماعات التي تنقلها كذلك نحن متبعين لهذا السماع في كل سنة. كل ما نقول هو أن اليوم لست حضورك الاجتماع ولكن من التكريم، انني من بين الناس الذين سعاهم السيد خليل لتكريمي في هذا اليوم من اجل ما قدمته من عطاء وبناء من اجل رفع من مستوى مختلف الرياضات ورياضات الدرجات الناريه. انا كنت رئيسا لجامعه كاياك منذ ولايتين، وكنت كذلك وقدمت الكثير، وكنت رئيسا لكره الطائره لمدينه القنيطره ورفعت وقدمت كل ما يقدمه من اجل ان يصعد الفريق الى الطريق الممتاز، ومنذ ان ودعت لم تعد لا رياضه الطوارئ الشرعيه ولا الرياضات النائيه تاخذ مسارها بمدينه القنيطره، وهذا عام لان اصبحت المقاهي ادخلت على الرياضات التي كنا نزاولها بكل نشاط، وكان نهر سبو دائما نراه تلك الالوان المزخرفه بزوارق شراعية بمختلف الألوان. اليوم ضمحلت هذه الرياضة، ونطلب من الله أننا سنعود من جديد إن شاء الله لإعطاء نفس جديد لكل الرياضات كأستاذ التربية المدنية. هذا هو أملي، وأنا أقول أشد بحرارة لكل من كانوا قصارى الفكر وضحوا بوقتهم الثمين لأجل إرساء القواعد الثابتة لمختلف الرياضات وبخصوص رياضة الدرجة الناريه بصفة عامة. حق بيات صحفي سابق بالقسم الرياضي بالقناه الاولى، في حق انا جيت سعيد بهذا التكريم هذا وهذا التشريف اللي يعني شرفني به نادي داداس بايك للرياضات الميكانيكيه.
اللي هو نادي عريق ونادي نشيط من الانديه النشيطه ببلادنا، الى جانب انديه اخرى كنادي الجمعيه السنويه، نادي القنيطري، نادي مراكش، نادي بن سليمان وانديه اخرى، يعني كتقدم شيء الكثير لهذه الرياضه. هذه رياضه الدرجه الناريه اللي هي رياضه مكلفه ورياضه صعيبه وفيها نوع من الخطوره والاكراهات اللي كنوجد بان المتسابقين ولا المسؤولين ولا الناس التقنيين يعني كيقدموا واحد العمل كبير، عمل جبار لمواصله هذا التطور في هذا المجال الرياضي. واليوم انا كنتكرم وفي حق زيد سعيد، ولان هذه الرياضه هذه يعني قضيت فيها وقت طويل الى جانب رياضه سباق السيارات، واللي كيعلم الجميع انني لاعب كره القدم، ورغم ذلك انتقلت الى الاهتمام بهذه الرياضات هذه مع بعض المقابلات اللي كانت تتلقى بعض الصعوبات. كذلك كنت مشكل ديال التغطيه اللي فيها بعد يعني نوع من المشاكل اللي بغينا نقولوا. والرياضه ديال الدرجه الناريه هي رياضه ممتعه، ونادي داداس بيك هو من الانديه النشيطه واللي قدم شيء الكثير في هذه الرياضه وقدم ابطال وعروض خاصه في المهرجان اللي كيتقام هنا بالدار البيضاء في مسابقات عده واللي كتعرف اقبال جماهيري. وكنشكر هذا النادي هذا، وكنشكر الناس ديال سباق الدرجات الناريه اللي عطاوني هذا الاهتمام هذا وكرموني في هذه المناسبه هذه ديال الجمع العام ديالهم.